موبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي دائما الاستقرار في الوضعية الجوية، هذا ببقاء الضغط الجوي المرتفع يسيطر على الوضعية. أيضا خلال ظهيرة اليوم الأجواء ستكون مشمسة، عدا المناطق الشرقية ستبقى تشهد بعض السحب العابرة وأجواء مغشية جزئيا من أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة بالمناطق الشمالية، 28 درجة متضررة بشمال الصحراء، كذلك بالجنوب الشرقي ترتفع إلى 30 درجة نحو بن عباس وتندوف، 25 إلى 26 درجة بين تمنراست وجنات، 34 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما خلال ليلة اليوم مقاييس ما بين 6 إلى 7 درجات نحو المناطق الداخلية، 11 إلى 15 بسواحل، 11 أيضا بشمال الصحراء بالواحات، كذلك بمرتفعات التاسيلي، 10 درجات ببش 13 بتندوف و17 بأقصى الجنوب. أما فيما يخص الملاحة والصيد البحري نهار اليوم، البحر سيبقى هادئ نحو السواحل الغربية بعد التموجات الخفيفة نحو السواحل الوسطى ومضطرب نحو السواحل الشرقية، الرياح ضعيفة بسواحل الغربية ضمن تيارات شمالية شرقية تدور إلى غرب شرقية تماما نحو السواحل الوسطى سرعتها معتدلة، كذلك معتدلة بسواحل الشرقية ضمن تيارات شمالية غربية. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5:37. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.